أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلا بكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في حلقة جديدة من أجيال جي بي تي، التي نحاور فيها الآلة التي تنطق باللغة العربية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. اليوم سنسأل جي بي تي سؤالا صحيا. جي بي تي، هل يمكن أن يكون الضحك علاجا حقيقيا لبعض الأمراض؟ وانتبهي على كلمة حقيقي، وكيف ذلك؟ وكيف يمكن تصنيف الشعب الفلسطيني من حيث الضحك؟ هذا الشعب يوصف بأنه ضاحك أم عبوس؟ في دقيقة ونصف. يمكن أن يكون الضحك علاجاً حقيقياً لبعض الأمراض. الضحك يفرز هرمونات السعادة مثل الأندورفين، التي تعمل على تقليل الشعور بالألم وتحسين الحالة المزاجية. الضحك يمكن أن يساهم في تقوية جهاز المناعة وخفض مستويات التوتر وتحسين الدورة الدموية. في العلاج النفسي يستخدم الضحك كجزء من العلاج بالضحك لتحسين الحالة النفسية للمرضى. كيف يمكن تصنيف الشعب الفلسطيني من حيث الضحك؟ الشعب الفلسطيني يعرف بروحه المرحة وقدرته على الضحك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. على الرغم من التحديات السياسية والاجتماعية، فإن الفلسطينيين يتمتعون بحس الفكاهة ويميلون إلى الضحك والابتسام، مما يعكس قدرتهم على التكيف والتفاؤل. يمكن وصف الشعب الفلسطيني بأنه بشوش ومحب للحياة، مما يظهر في تفاعلاتهم اليومية واحتفالاتهم الاجتماعية. الخاتمة، الضحك له فوائد علاجية حقيقية، ويمكن أن يسهم في تحسين الصحة العامة. والشعب الفلسطيني يتمتع بروح مرحة وقدرة على الضحك رغم الظروف، مما يعكس قوة إرادتهم وتفاؤلهم. شكرا لك على كل هذه المعلومات. جي بي تي، كيف تضحكين؟ أنت كيف قد لقنت الضحك؟ أنا كبرنامج ذكاء اصطناعي لا أستطيع الضحك بالطريقة التي يضحك بها البشر. الضحك هو تعبير جسدي ناتج عن مشاعر وسياقات اجتماعية، وهو شيء لا أختبره كآلة. يمكنني تزويدك بمعلومات ونصائح حول الضحك وفوائده، لكنني لا أختبر أو أعبر عن المشاعر مثل البشر. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو تحتاج إلى مساعدة في موضوع معين، فأنا هنا لمساعدتك. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كنتم مع أجيال جي بي تي، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.